شارقة الثقافة، العاصمة العالمية للكتاب. تلتقي الثقافات من حول العالم. أيام تحفر ذكراها في كل عام. تقتني منها كتباً ترافقنا في كل دورة إلى التي تليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وخواتي في حلقة جديدة من برنامج أطفالنا والكتاب. رسالة يومية نقدمها لكم أصدقائنا، وننقل من خلالها فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورتها الأربعين تحت شعار هنا لك كتاب. نلتقي بكم بشكل يومي وفي جعبتنا الكثير من الفعاليات. ولا تنسون أصدقائنا، لدينا مسابقة وجائزتها 500 درهم مقدمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. أصدقائي، تبون تفوزون بالجائزة؟ إذن تابعونا. في هذه الورشة أصدقائي، تعلم الحاضرين عن كيفية صنع الدفاتر بأنفسهم، وكانت الفرحة واضحة على وجوههم، والكل كان مركز مع مقدمة الورشة. يسرنا أصدقائي أن نلتقي ببعض من أصدقائنا ومعرفة رأيهم عن هذه الدورة من المعرض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. أنا كريم ربيع. تمام كريم، شو هي الورش اللي حضرتها في المعرض؟ أنا هلأ اليوم تعلمت أنا عن دفاتر وكيف أني بنصانه. أنا اسمي نور. أهلا يا نور، خبريني عن رأيك في هذا المعرض. فيه ورش جميلة وفيه كتب وألعاب جميلة. كتير حلو عشان في كتير ناس بيقدروا يتعلموا كتير من الكتب. أهلا بكم أصدقائي في ورشة الروبوتات الموسيقية. إنها جميل جداً وأنا سعيدة لأكون هنا. وشو رأيك بهذه الورشة؟ حبيته كثير لأنني أحب الفيزياء وأحب أن أتعلم كيف نعمل هذه الأشياء. هذه الورشة تعلم كثير من ناحية الكودينج والبرمجة والتركيب. وشو تقول لأصدقائنا اللي يتابعونا عشان يجون المعرض؟ تعالوا على هاي الورشة لأنها كتير حلوة وتعلم كثير. بالميكروسكوب على المي رح تلاقي ان المي فيها مثل طبقات مجموعة على بعضها. لما انتو بتحطوا الصوب بتحطوها على طبقة المي، شو عم نعمل؟ عم نكسر من وجه المي. لما تكسروا من وجه المي شو بيصير؟ الموليكول شو عم بيصير فيهم؟ عم بيفترقوا. كرمال هيك بتشوفوهن عم بيبعدوا. خبرنا ايش تعلمت في هذه الورشه. تعلمنا عن الانواع الاكسبيرمنتال ساينس مثل الصابون والدارك بيبر والماء
واللافا لامب استخدمنا زيت ومي حتى نحط فقاعات الزيت. تمام، ايش رايك اكثر شيء حبيته قدمته الاستاذه؟ هي تاع الدارك بيبر والماي والصابون. السلام عليكم، نتعرف عليك. اسمي محمد عبد المنعم. اهلا محمد، خبرنا عن اكثر ورشه حبيتها. ورشه الساينس. ليش حبيتها؟ استفدت منها كثير اشياء من العلوم، عشان انا مو كثير منيح بالعلوم فتعلمت فيها كثير اشياء. تمام، خبرنا شو اكثر ورشه حبيتها قدمتها الاستاذه ساره. ورشه الانتقال المياه. هيدي الورشة اسمها مختبر العلوم. بهيدي الورشة الأطفال عم يتعلموا عن العلوم بطريقة كتير سلسة وبطريقة كتير هينة للطفل، عبر جمع الفن مع العلوم. كيف؟ الأطفال عم يتعلموا عن عدة تجارب علمية، وبهالتجارب العلمية ما بقى عم بيكبوها أو عم بيقروها، عم بيقوموا يجربوها بإيديهم، وعم بيستعملوا الألوان كعبارة لنجمع بين الفن والعلم. ففي كذا تجربة عم بيعملوها الأطفال مع بعض وعم بيشاركوا فيها مع بعض. حياكم الله أصدقائي، اليوم عندنا سؤال وايد سهل ونتمنى من كل أصدقائنا ينجاوبون عليه. السلام عليكم، نتعرف عليك. أنا اسمي أحمد محمد عبد الخالق صاد الله، أنا عمري 8 وأنا من مركز الخالدية. شكرا، ممكن تقولنا إيش أكثر شيء عجبك في المعرض؟ أكثر شيء عجبني في المعرض هو الكتب، عشان أنا بحب القراءة والتعلم. شو هو شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب؟ نعم عرفت، هو هنا لك كتاب. متأكد؟ نعم. إجابتك صحيحة، مبروك عليك جائزة مقدمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج أطفالنا والكتاب. تقبلوا تحياتنا أصدقائي، وللقاء على خير في نفس هذا الموعد غدا. مع السلامة. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.